عندي مثال مثلا زي ال H2 الهيدروجين زائد ال I2 الايودين بيدينا 2 HI. طيب التفاعل ده كله بسميه homogeneous reaction او homogeneous equilibrium. طيب ليه homogeneous equilibrium او homogeneous reaction؟ ليه بسميه اتزان متجانس او تفاعل متجانس؟ لان عندنا كل المتفاعلات والنواتج في نفس الحالة، كلهم في نفس الحالة، ده جاز وده جاز وده جاز، ففي الحالة دي بسميه التفاعل المتجانس او الاتزان المتجانس. طيب لو جيت اطبق القانون اللي انا لسه واخده من شوية اللي هو الكي اكوليبريم، الكي اكوليبريم هي الكي سي بتساوي ايه؟ حاصل ضرب تركيز النواتج اللي هو الاتش اي اهو، حاصل ضرب تركيز المتفاعلات الاتش 2 في الاي 2، كلهم مرفوع الاس بيساوي عدد المولات، او الاتش اي مرفوع لعدد الاس بيساوي عدد المولات بتاعتها اللي هي 2. هنا دي اسها واحد مش بيتكتب، هنا دي اسها واحد مش بيتكتب. الكلام دوت عند الاتزان لقينا ان الكي اكوليبريم او الكي سي بيساوي 49.5، وهنا محدد لك درجه الحراره هو عند 440 درجه مئويه. تمام. طيب ليه احنا ذكرنا الحراره وليه بنذكرها كل ما نيجي نكتب الكي اكوليبريم او ثابت الاتزان؟ لان احنا قلنا ان قيمه ثابت الاتزان بتعتمد على درجة الحرارة اللي انا شغال عندها. يعني لو انا غيرت ال 440 دي خليتها 500 600، قيمة ثابت الاتزان اللي هي 49.5 دي هتختلف، مش هتفضل زي ما هي 49.5 اهو. يعني لو استخدمنا درجة حرارة ال 440 هنحصل على قيم مختلفة لثابت الاتزان، اي قيمة مختلفة عن ال 49.5. تمام. كمان بنقول ان القيمة العددية لقانون فعل الكتلة، القيمة العددية لقانون فعل الكتلة بسميها reaction quotient QC. طب ايه هو قانون فعل الكتلة؟ قانون فعل الكتلة هو القانون ده بتاع ثابت الاتزان، بس الفرق بينهم ايه؟ الفرق ان قانون فعل الكتلة شغال عند اي نقطة، مش شرط عند الاتزان بس، انما قانون ثابت الاتزان شغال عند الاتزان بس، at equilibrium عند الاتزان فقط. تمام. انما قانون فعل الكتلة اقدر احسبه عند اي نقطة تاني بعيدة عن الاتزان عادي، وينفع عند الاتزان كمان. تمام. طيب القيمة العددية بتاعت قانون فعل الكتلة دي بنسميها ايه؟ بنسميها الـ QC او الـ Reaction Quotient اللي هو حاصل التفاعل، حاصل التفاعل. وبنقول ان عند الاتزان حاصل التفاعل اللي هو الكيو سي ده بيساوي الكي اكوليبريم، ما هما الاتنين واحد، بس الفرق بينهم ان الكيو سي هو القانون ده بس عند اي نقطة، انما الكي اكوليبريم ده عند الاتزان بس، فطبيعي ان هو هيتساوى مع الكيو سي عند الاتزان. طيب عايزين نعرف ايه هو الرياكشن كوشن دوت باستفاضة اكتر، حاصل التفاعل او الكيو سي. بيقول لك هو the quantity obtained by substituting the initial concentrations into the equal constant expression، هي النسبة بين كمية الناتج مقسومة على كمية المتفاعلات الموجودة. هي نفس تعريفكم اللي هو قانون فعل الكتلة، اللي هو حاصل ضرب تركيز النواتج على حاصل ضرب تركيز المتفاعلات، كل مرفوع لأس يساوي عدد مولات النواتج أو المتفاعلات معدل التفاعل الموزون. تمام. يعني مثلا لو أنا عندي المعادلة اللي هي العامة بتاعتي اللي هي الـ A small A capital زائد B small B capital يدينا D small B capital زائد E small E capital أو العكس. يعني هنا الـ A والـ B اللي هم المتفاعلات، والـ A small والـ B small اللي هم المولات بتاعته، هنا الـ C والـ D اللي هي النواتج، والـ C small والـ D small اللي هي النواتج اللي هي المولات بتاعته. تمام. طيب ما هو القانون اللي انا لسه واخده من شويه اللي هو بتاع الـ K equilibrium، طب ايه الفرق بينهم؟ ما هو نفس القانون. هناك كان الـ K equilibrium عند الاتزان، فكنا كاتبين at equilibrium عند الاتزان فقط وعند درجة حرارة معينة كمان، انما الكيو سي ات اني تايم في اي لحظه عايز احسب الكيو سي بقدر احسبها. يبقى ايه الفرق بين الكي اكوليبريم والكيو سي؟ ان الكي اكوليبريم بيطبق عند الاتزان فقط، انما الكيو سي بيطبق عند اي لحظه. تمام. طيب ايه اهميه الكيو سي دوت؟ انا استفاد بيه. الكيو سي دوت هو الترمومتر بتاعنا، هو الترمومتر اللي احنا بنحتاجه واحنا شغالين في اي تفاعل. ازاي يعني؟
مش هو بيحسب قانون فعل الكتلة أو بيحسب التركيزات عند أي لحظة؟ أيوة. طيب ما أنا كده ممكن أعرف منه هل التفاعل بتاعي ده وصل للاتزان ولا لأ؟ إزاي؟ أنا دلوقتي عاوز أعرف التفاعل بتاعي اللي شغال دوت دلوقتي، أنا حطيت شوية متفاعلات مع بعض وسايبهم بيتفاعلوا، عاوز أعرف الاتزان حصل ولا لأ؟ أعمل إيه؟ أستعين بالكيو سي ده. إزاي؟ أقدر أحسب عند كل لحظة مثلا، عند مثلا دقيقة كذا، هحسب الكيو سي من القانون دوت، هشوفها بتساوي كام، بعد كده بعدها بشوية هحسب تاني أشوفها بتساوي كام، بعد كده بعدها بشوية هحسب تاني أشوفها بتساوي كام، وهكذا لحد ما ألاقي القيمة بتاعة الكيو سي اللي أنا بحسبها ديت هي نفسها قيمة الكي إيكوليبريم اللي هو الثابت بتاع الاتزان بتاع التفاعل ده اللي أنا ببقى عارفه أصلا. أنا ببقى عارفه بس مش عارف التفاعل العملي ده فعلا وصل للقيمة دي ولا لأ. طب مين اللي عرفني الكيو سي؟ هقدر أحسب عند أي لحظة وأفضل أحسب. طيب لو لقيت قيمة الكيو سي دي أصغر من قيمة الكي إيكوليبريم، يعني قيمة الكي إيكوليبريم هي اللي أكبر من قيمة الكيو سي، معنى كده إن حاصل ضرب تركيز النواتج اللي عندي في حالة الاتزان أكبر من حاصل ضرب تركيز المتفاعلات. تمام أهو، لو أنا عندي الكيو سي أكبر من الكي سي ده معناه إيه؟ ده معناه إن حاصل ضرب تركيز النواتج في اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي أكبر من حاصل ضرب تركيز النواتج اللي المفروض تكون موجودة عند الاتزان، يعني كده كمية النواتج في حالة الكيو سي أكبر من كمية النواتج في حالة الكي إيكوليبريم. طب أنا هعمل إيه في الحالة دي؟ هبقى عاوز أقلل كمية النواتج في الحالة بتاعتي دي لحد ما أوصلها لكمية النواتج اللي هي في حالة الكي إيكوليبريم. طب هعمل إيه برضو؟ لازم في الحالة دي التفاعل يسير في الاتجاه العكسي ناحية المتفاعلات، فتزيد المتفاعلات وتقل النواتج، وتفضل تقل النواتج لحد ما وصلها للكمية اللي أنا عاوزها اللي هي كمية النواتج عند الاتزان. تمام. طب لو لقيت العكس، لقيت الكيو سي هو اللي أصغر من الكي إيكوليبريم، في الحالة دي إن كمية النواتج اللي موجودة عندي دلوقتي هي أقل من كمية النواتج اللي المفروض تكون موجودة عند الاتزان، يعني كمية النواتج بتاعتي كده قليلة، طب أنا عاوز أزودها عشان أوصل لكمية النواتج اللي لازم تكون موجودة في حالة الاتزان عشان أوصل للاتزان. طيب أعمل إيه؟ في الحالة دي التفاعل هيسير في الاتجاه الطردي ناحية النواتج، فتزيد النواتج وتقل المتفاعلات. طب لما تزيد النواتج هقدر أوصل لكمية النواتج اللي هي عند الاتزان، وفي الحالة دي أقدر أوصل للإكوليبريم بتاعي. فدي أهمية الكيو سي باختصار، اللي هو الترمومتر بتاع التفاعل اللي بستدل بيه على اتجاه التفاعل اللي عندي. والله لو الكيو سي أكبر من الكي سي التفاعل هيسير في الاتجاه العكسي ناحية المتفاعلات، طب لو الكيو سي أصغر من الكي سي التفاعل هيسير في الاتجاه الطردي ناحية النواتج. طيب لو الاتنين بيساووا بعض، حسبت الكيو سي في اللحظة ديت ولقيتها إن هي نفس قيمة الكي إيكوليبريم اللي معايا، أوقف وأقول بس خلاص كده إن التفاعل بتاعي وصل للاتزان. ديت الفرق بين الكي إيكوليبريم والكيو سي باستفاضة. يا رب تكونوا فهمتوا. طيب هنا الصورة العامة تاني بتاع أي تفاعل متزن. تمام، بيقول لك إن الدي كابيتال والإي والإف والجي دي عبارة عن الكيميكال فورمولاز اللي هي الصيغ الكيميائية اللي هم المتفاعلات والنواتج اللي خدناهم من شوية، والحروف السمول اللي هي الكوفيشنس اللي هي المعاملات بتاعتهم اللي هي النمبر أوف مولز برضه. طيب الماس اكشن اكسبريشن اللي هو قانون فعل الكتله، وخدناه اهو الاف كابيتال في الجي كابيتال اس اف سمول اس جي سمول على الدي كابيتال اس دي سمول في الاي كابيتال اس اي سمول. تمام، وبيقول لك ان the coefficients in the balanced equation المعاملات اللي هي الدي سمول والاي سمول والاف سمول والجي سمول في المعادله الموزونه دي بتساوي هي الاكسبوننتس، يعني الاكسبوننتس الاسس، هي الاسس اللي موجوده في فعل في قانون فعل الكتله عند الاتزان. تمام، طيب لو عاوز احسب الكي سي هو الايه الماس اكشن اكسبريشن، بس الفرق ان دوت بيكون عند الاتزان،
انما الماس اكشن اكسبريشن اللي هو الكيو سي ده بيكون عند اي لحظه at any time. طيب لو عكست الاتجاه خليت الاف والجي هما اللي هنا والدي والاي هما اللي هنا، يعني خليت النواتج مكان المتفاعلات والمتفاعلات مكان النواتج، يعني غيرت اتجاه التفاعل، في الحاله دي ده هيتجلب، هيبقى النواتج بتوعي هو الدي والاي والمتفاعلات بتوعي هما الاف والجي. تمام، هلاقي ان بيطلع لي ثابت اتزان جديد اللي هو الكي سي داش عباره عن واحد على الكي سي الجديد. تمام، ما هو ده الكي سي بتاع التفاعل الاولاني. طيب لو انا عكست التفاعل الاولاني اعكسه كده، هات الاف والجي هنا والدي والاي هنا واحسب الكي سي بتاعته الجديده اللي هي الكي سي داش، هتلاقي ان الكي سي الجديده عباره عن تركيز الدي في تركيز الاي على تركيز الاف في تركيز الجي، كلهم مرفوع للاسس بتاعتهم. لو قارنت ده بده هلاقيهم ده مقلوب ده، الكي سي الجديد عباره عن واحد على الكي سي القديم اهو، ده مقلوب ده. تمام، طيب نكمل مع بعضينا يا شباب. هناخد بعد كده حاجه اسمها المانيبوليتنج ايكويشن فور الكيميكال ايكوليبريا اللي هو معالجات معادلات الاتزان، ازاي انا بشتغل رياضيا على معادلات الاتزان بتاعتي. اول حاجه لو انا عملت changing the direction of an equilibrium، يعني لو غيرت اتجاه التفاعل بتاعي، لو غيرت اتجاهه ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك عند تغيير اتجاه الاتزان اي عكسه، يعني بعكسه زي ما انا عملت في الحاله اللي فاتت اللي انا موريتكم فيها، فان الثابت الجديد للاتزان اللي هو الكي سي داش بيساوي مقلوب الثابت القديم للاتزان. طب هات مثال، ادي المثال بتاعنا. لو انا عندي تفاعل زي ده بي سي ال 3 زائد السي ال 2 بيدينا بي سي ال 5، احسب الكي سي بتاعته كده، هتلاقيها عباره عن تركيز البي سي ال 5 على تركيز السي ال 2 في تركيز البي سي ال 3. طيب تمام، طيب اعكس ازاي بقى؟ changing the direction of an equilibrium يعني هجيب النواتج مكان المتفاعلات والمتفاعلات مكان النواتج، اهو البي سي ال 5 هي اللي بتساوي البي سي ال 3 زائد السي ال 2. طب احسب الكي سي في الحاله دي، الكي سي في الحاله دي عباره عن حاصل ضرب تركيز النواتج اللي هو تركيز السي ال 2 في تركيز البي سي ال 3 على تركيز البي سي ال 5. تمام، يبقى ده الكي سي الجديد وده الكي سي القديم. لو قارنت الاتنين ببعض هنلاقيهم ايه؟ هنلاقيهم ده مقلوب ده، الكي سي مقلوب الكي سي داش والكي سي داش مقلوب الكي سي. تمام، تمام، هو بيقول لك هنا اهو when the direction of an equation لو الاتجاه بتاع المعادلة ده is reversed انعكس، the new equilibrium constant اللي هو ثابت الاتزان الجديد is the reciprocal of the original، يعني بيكون مقلوب ثابت الاتزان الاصلي، ثابت الاتزان الجديد بيكون مقلوب ثابت الاتزان الاصلي. ده لو انا غيرت اتجاه التفاعل، يعني جلبت المتفاعلات مكان النواتج والنواتج مكان المتفاعلات. تمام، اذا الكي سي بتساوي واحد على الكي سي داش. طيب، طيب لو انا بقى ما غيرتش الاتجاه، لا انا ضربت المعادلة بتاعتي في فاكتور في رقم معين، ايه اللي هيحصل؟ لو ضربت المعاملات الموجودة في المعادلة في رقم معين، ثابت الاتزان بتاعي الكي سي ده يرفع لأس يساوي هذا الرقم. يعني لو انا المعادلة بتاعت الكي سي بتاعها كان مثلا باتنين، طيب ضربت المعادلة بتاعتي في اتنين، يبقى الكي سي بتاعي اللي هو باتنين دوت يرفع لأس بيساوي عدد الرقم اللي انا ضربته في المعادلة اللي هو 2 اس 2 ب 4. ده مثال يعني. طيب مثال، ادي المثال اللي فات اللي هو البي سي ال 3 زائد السي ال 2 بيدينا البي سي ال 5. طيب الكي سي بي تركيز البي سي ال 5 على تركيز السي ال 2 في تركيز البي سي ال 3. طيب ضربت المعادلة دي مثلا في 2، ايه اللي هيحصل؟ لو ضربت المعادلة دي في 2 يعني 2 بي سي ال 3 زائد 2 سي ال 2 بيدينا 2 بي سي ال 5، فثابت الاتزان الجديد اللي هو الكي سي داش بيساوي ايه؟ البي سي ال 5 مرفوع لاس 2 على السي ال 2 مرفوع لاس 2 في البي سي ال 3 مرفوع لاس 2. طب قارن كي سي ده
مع الكيس اللي فوق ده، هتلاقي ان هنا كل القيم اس واحد، هنا كل القيم اس اتنين، يعني كأن الكي سي داش عبارة عن الكي سي تربيع. اذا الكي سي فعلا اترفع لاس اتنين اللي هو الرقم اللي اتضربت فيه المعادلة بتاعته. تمام، يعني الكي سي داش بيساوي الكي سي تربيع، او الكي سي بتساوي جذر الكي سي داش. طب لو ضربتها في تلاتة هيبقى الكي سي داش بتساوي كي سي اس تلاتة، والكي سي بتساوي الجذر التكعيبي للكي سي داش، وهكذا. تمام. طيب تالت حاجة بعد كده adding chemical equilibrium. أول حاجة أنا غيرت الاتجاه، تاني حاجة أنا ضربت المعادلة بتاعتي في معامل. طيب تلاتة هضيف على المعادلة بتاعتي معادلة تاني، معادلة اتزان تاني، وهجمعهم مع بعض. يبقى عند إضافة معادلة وجمعها فإن ثوابت الاتزان في الحالة دي تضرب في بعضها. تمام، هناخد مثال عشان نشوف. لو أنا عندي معادلة زي دي 2N2 زائد الـ O2 بيدينا 2N2O، احسب الـ Kc كده للمعادلة الأولانية دي، هنلاقي إنها بتساوي N2O كل أس 2 على الـ N2 أس 2 في الـ O2. تمام. طيب لو ضفت عليها معادلة رقم ب، رقم بي اللي هي المعادلة التانية دي، اللي هي الكي سي بتاعها بكام؟ احسب ان او 2 اس 4 على ال او 2 اس 3 في ال ان 2 او اس 2، اهو جبت الكي سي بتاعه. طيب انا ضفت المعادلة دي على المعادلة دي، تمام، ورحت كمان جمعهم على بعض، ايه اللي هيحصل لو جمعتهم مع بعض؟ لو جمعتهم مع بعض الاتنين N2O اللي هي على اليمين هتروح مع الاتنين N2O اللي هي على اليسار، دي هتروح مع دي خلاص، واجمع الباقي ينزل لي المعادلة التالتة اللي هي 2N2 زائد O2 3O2 ب4O2، يدينا ايه؟ 4NO2. دي معادلة جديدة عبارة عن حاصل جمع المعادلة القديمة مع المعادلة اللي انا ضفتها. تمام. طب الكي سي للمعادلة الجديدة اللي هي طلعت، او حصل الجمع اللي حصل ده، الكي سي بتاعه كام؟ اللي هو الكي سي للمعادلة التالتة دي هو عبارة عن حاصل ضرب الكي سي 1 في الكي سي 2. تمام، اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو بيساوي ان او 2 اس 4 على الاو 2 اس 4 في الان 2 اس 2، اهو من هنا احسب اهو قانون فعل جوتمان. طب عشان اتاكد، انا لو ضربت الكي سي 1 في الكي سي 2 هيطلع لي نفس النسبه دي. طب نجرب كده، اضرب الكي سي 1 في الكي سي 2 هتلاقي الاثنين، اللي هتلاقي الان 2 او تربيع اللي هي فوق دي هتطير مع الان 2 او تربيع اللي هي تحت. تمام، والباقي ينزل زي ما هو، فبنلاقي ان ال NO2 اس 4 اهو على ال N2 تربيع في ال O2 اس 4. تمام، يعني لو انا جمعت المعادلة A على المعادلة B هتديني معادلة جديدة خالص اسمها C. تمام، وفي الحالة دي ال KC ثابت الاتزان بتاع المعادلة C دي بيساوي ايه؟ بيساوي ال KC للمعادلة A في مضروب في الكي سي للمعادلة بي. تمام كده، انا خلصت الثلاث حالات بتوعي اللي هما المعالجات، اما انا بغير الاتجاه فالكي سي الجديد بيساوي مقلوب الكي سي القديم، او ان انا بضرب المعادلة بتاعتي في كوفيشن في رقم او فاكتور معين فالكي سي الجديد بيترفع لأس الرقم اللي انا ضربته في المعادلة ده. تمام، تالت حاجة لو انا عندي معادلتين وجمعتهم مع بعض، طب المعادلة التالتة اللي هي حاصل الجمع دي الكي سي بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي حاصل ضرب تركيب، حاصل ضرب ثابت الاتزان بتاع المعادلة الأولى في المعادلة التانية. تمام، طيب نيجي بعد كده لرقم خمسة the significance of the magnitude of K اللي هو أهمية قيمة أو مقدار K اللي هو ثابت الاتزان. إيه أهمية ثابت الاتزان أو أهمية القيمة بتاعته العددية بتاعته؟ أول حاجة لو ال K بتاعتي كانت very large كبيرة، لو أنا حسبت ثابت الاتزان ولقيت إن القيمة بتاعته كبيرة، ده معناه إيه؟
لو القيمة بتاعته كبيرة معناه إن التفاعل متجه نحو الاكتمال، يعني رايح ناحية الاتجاه الطردي، يعني رايح ناحية النواتج. ليه؟ رايح ناحية النواتج لأنه الكي كبيرة. طب استفدت إيه من الكي كبيرة؟ معنى إن الكي كبيرة، ما هو الكي عبارة عن حاصل ضرب تركيز النواتج على المتفاعلات، يعني كل ما النواتج تكون كبيرة كل ما قيمة الكي بتكون كبيرة، علاقة طردية بينهم، تمام؟ فطالما القيمة بتاعت الكي كبيرة يعني تركيز النواتج بتاعي كبير. طب إمتى تركيز النواتج بتاعي يكون كبير؟ تركيز النواتج بتاعي بيكون كبير لو التفاعل، لو التفاعل رايح ناحية النواتج فبيزودها، تمام؟ طب لو العكس، لو الكي القيمة بتاعتها بتاعتي is very small، صغيرة جدا، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي كمية من النواتج صغيرة جدا، لان احنا قلنا ان الكي بيتناسب طردي مع كمية النواتج. لو قيمة الكي كبيرة يبقى تركيز النواتج كبير. طيب لو قيمة الكي صغيرة يبقى تركيز النواتج بيكون صغير، تمام؟ وبرضو معناه ان التفاعل في الحالة دي رايح ناحية المتفاعلات، لانه كده هو بيزود المتفاعلات وبيقلل النواتج، ولما يقلل النواتج قيمة الكي بتاعتي هتبقى صغيرة، تمام؟ طيب لو الكي بيساوي واحد، لو الكي بيساوي واحد هنا معناه ان تركيز المتفاعلات هو هو نفس تركيز النواتج، وان انا كده موجود عند الاتزان، تمام. كده انا عرفت ايه هي اهمية مقدار ثابت الاتزان اللي هو الكي. نيجي بعد كده النمرة 6، the relationship between the KB and the KC، اللي هو العلاقة بين ال KB ثابت الاتزان بمعلومية الضغط وال KC اللي هو ثابت الاتزان بمعلومية التركيز المولاري. طيب أنا عندي المعادلة العامة لأي تفاعل متزن أهو، ال A small a capital زائد b small b capital بيدينا c small c capital زائد d small d capital. لو حسبت ال kc للمعادلة دي هيبقى حاصل ضرب تركيز ال c في تركيز ال d مرفوع لأس ال c وال d على حاصل ضرب تركيز ال a في ال b مرفوع لأس ال a وال b، وده at equilibrium لأن ده kc مش qc، و at a given temperature عند درجة حرارة معينة، تمام؟ طيب أنا عندي في قانون اسمه قانون الغاز المثالي، وده خدناه قبل كده، لان احنا في عندنا حاجه اسمها غاز مثالي وحاجه اسمها غاز حقيقي، والاتنين بيختلفوا عن بعض، الغاز المثالي غير الغاز الحقيقي، وده ليه شغل وده ليه شغل تاني، وهتعرفوا اكتر وتفهموا اكتر لو كملت في قسم الكيمياء ان شاء الله. طيب البي في بتساوي ان ار تي، ده القانون العام للغازات، البي في بتساوي ان ار تي. مين البي؟ اللي هو البريشر اللي هو الضغط. مين الفي؟ اللي هو الفوليوم الحجم. مين الان؟ اللي هو النمبر اوف مولز عدد المولات. مين الار؟ اللي هو الثابت العام للغازات، تمام، الجاز يونيفرسال كونستانت. مين التي؟ اللي هي التمبريشر درجه الحراره بس بالكلفن، درجه الحراره المطلقه بالكلفن، تمام. طيب لو انا قسمت الطرف الايمن والطرف الايسر على في، هنا الفي هتروح مع الفي فتضل لي بي بس، وهنا كاني ان ار تي على الفي، اهو ان ار تي على الفي، تمام. طيب ما انا عندي ان الار اللي هو الثابت العام للغازات ده كونستانت، ثابت بيساوي 82 من 1000 اتوم لتر على مول كلفن، والتي اللي هي درجه الحراره، طب ما هو درجة الحرارة ثابتة لأن أنا بقول at a given temperature عند درجة حرارة معينة، فأنا مثبت درجة الحرارة، يبقى أنا كده عندي إن الـ R والـ T دول ثوابت. طب طالما الـ R والـ T دول constant ثوابت، في الحالة دي الـ B هتتناسب طرديًا مع الـ N على الـ V. طب مين الـ N على الـ V؟ اللي هو المولر concentration، التركيز المولاري. مش إحنا خدنا في ثانوي إن التركيز المولاري بيساوي عدد المولات اللي هو الـ N على الحجم باللتر اللي هو الفي، يبقى كده ان البي بتتناسب طرديا مع المولر كونسنتريشن اللي هي سي، تمام. يبقى انا في الحاله دي اقدر اقول ان الكي بي
اقدر اشيل كل السي التركيزات واعوض عنها بي ضغوط، لان الاتنين بيتناسبوا طرديا مع بعض، البي بيتناسب طردي مع التركيز، فهشيل السي واحط بدلها بي، وهشيل اقواس التركيز اللي هي البراكتس بتاعت التركيز، تمام، واعوض عنها بالبي اللي هي الضغوط الجزيئيه، فكأن الكي بي بتساوي بي اللي هو الضغط الجزيئي للسي مرفوع لاس سي سمول في الضغط الجزيئي للدي مرفوع لاس دي سمول على الضغط الجزيئي للاي مرفوع لاس اي سمول في الضغط الجزيئي للبي مرفوع لاس بي سمول، وبرده ات ايكوليبريا، تمام. يبقى ينفع الكي سي وينفع الكي بي. طيب ليه هما الاثنين ينفعوا مع بعض؟ عشان اصلا ان البي بتتناسب طرديا مع المولر كونسنتريشن اللي هو التركيز المولاري. طيب عرفت منين ان البي بتتناسب طرديا مع التركيز المولاري؟ من القانون العام للغازات، واثبتناها اهو بالمعادلات، تمام. طيب يعني كده عشان عندي ان البي بتساوي ان على في ار تي، ايوه حاضر، حوش البي اللي هو الضغط وعوض عنها بالكي بي اللي هو ثابت الضغط، وحوش ال N على ال V اللي هو التركيز وعوض عنه بال KC، تمام. طب ال RT ديت، ال RT المفروض تتعوض عنها هنا أس C اللي هو عدد المولات، وهنا أس D على ال RT أس A في ال RT أس B. طب أنا بعد بدل ما أعمل ده كله، فأنا بحط ال RT في المعادلة بتاعتي أس دلتا NG. مين ال NG؟ اللي هي ال N products ناقص ال N reactants، يعني عدد مولات النواتج ناقص عدد مولات المتفاعلات، تمام؟ تمام. يبقى ديت المعادلة أو العلاقة اللي بتربط ال KB بال KC، ال KB بيساوي ال KC في RT أس دلتا NG، تمام. وادي الدلتا NG اللي هي المولز أوف gaseous products، عدد المولات بتاعت النواتج ناقص عدد المولات بتاعت المتفاعلات. مثال على كده، لو انا عندي تفاعل زي ال N2 زائد 3H2 بيدينا 2NH3، عدد المولات هنا كام؟ 1. طب عدد المولات هنا كام؟ 3. طب عدد مولات النواتج 2. يبقى الدلتا NG عدد مولات النواتج اللي هي الاتنين ناقص عدد مولات المتفاعلات اللي هي 3 و1 و4 بيساوي سالب 2. طيب لو عوضت بالمعادلة بتاعتي هلاقي ان الكي بي بتساوي الكي سي في ار تي اس سالب 2، تمام؟ تمام. ومن هنا لو انا عندي طبعا التمبريشر والار ثوابت، لو اداني الكي سي ممكن يطلب الكي بي، هجيبها من العلاقة دي. طب لو اداني الكي بي ممكن يطلب الكي سي، هجيبها من العلاقة دي. يبقى العلاقة دي بتربط لي بين الكي بي والكي سي، ومهمة جدا وبيجي عليها اسئلة كتير في الامتحان. طيب مثال تاني، 2HI بيدينا ال H2 زائد ال I2، هنا ال HI عدد المولات كام؟ 2. طيب هنا 1 وهنا 1، الدلتا NG مولات النواتج اللي هو 1 و1 2 ناقص مولات المتفاعلات اللي هي 2 بيساوي 0. طب عوض، يبقى ال KB بيساوي KC في RT أس 0، أي حاجة أس 0 بواحد، يعني في الحالة دي ال KB بتساوي ال KC. وبكده انتهينا من المحاضرة التانية، نشوفكم بخير إن شاء الله.